يا صباح الخير مشاهدي ان تي ان، مشاهدي ناين لايف، حلقه جديده من نهارك سعيد 14 مارس 2012 واربع ايام على سباق الرئاسه، وبنشوف بدانا يعني الناس تسحب ملفاتها ونشوف هنروح لغايه فين. اعتقد ان احنا هننبسط كتير قوي الفتره اللي جايه دي في موضوع الانتخابات ده، الى جانب ان احنا في انتظار رئيس مصر القادم، بس كمان بعتقد ان هيبقى في حاجات كمان يعني انترتينمنت كده هتحصل على مدار الايام اللي جايه. هنكون معاكم على الهواء لمده ساعتين انا وشريف ودينا. وصباح الفل. صباح الفل. صباح الخير. صباح الخير يا شريف. ابتدى فعلا سباق الرئاسه، وشفنا امبارح لقاء السحاب ما بين الاستاذ توفيق عكاشه وما بين الاستاذ مرتضى منصور. كان يعني ابتدينا دلوقتي في الميديا كلها هنشوف كل المرشحين للرئاسه عشان نشوف رئيس مصر الجديد. بس انا عندي يعني يعني عندي مش تحفظ، بس عندي كالعاده دايما ببقى انا السخيف اللي في القصه. يعني دلوقتي لطيف جدا ان في مرشحين كتير، لطيف جدا ان في مرشحين ممكن نكون احنا حابين نتابعهم يمكن لاختلافهم او لغرابتهم، بس برضو يا ريت ده ما يخليناش نحيد عن الهدف الاساسي. دلوقتي احنا زي ما عملنا ايام البرلمان، حتى لو كنا يعني ما عملناش الواجب كما يجب يعني، بس لازم نعمل الواجب بتاعنا. احنا دلوقتي بنختار رئيس الجمهوريه. لطيف الهزار، بس الهزار ما ينفعش كتير. يعني احنا دلوقتي لازم نعمل ريسيرش بتاعنا، لازم نشوف احنا هندعم مين، ليه، فين. نشوف لما حد يقول هو بيهاجم مرشح معين لازم نعرف هو بيهاجمه ليه، ولازم احنا نعمل ونشوف اذا كان هو عنده حق ولا لا. يعني في كل الحالات يا ريت، وده يمكن حاجه لاحظتها على الاعلام تحديدا امبارح او في اليومين اللي فاتوا، ان الاعلام مسلط الضوء جامد جدا بشكل كبير، اعلام خاص وحكومي على فكره، مسلط الضوء بشكل جامد جدا على الجانب الفن اللذيذ اللي في الموضوع. اتمنى يكون ان دوت بس علشان خاطر ايام الاورانيه في سحب الاوراق، ان عشان خاطر لسه في اول ايام وكده، وبعد كده لما نخش بقى في الجد وفي التصفيات النهائيه زي ما بيقولوا يبقى الموضوع مختلف. أنا بس لو ما كانش هيبقى في مصيبه. انا بس عايز اعرف حاجه، احنا دلوقتي الدعايه الانتخابيه لا خالص خالص الانتخابيه، الدعايه الانتخابيه المفروض هتقفل يوم 30 مارس، يعني ما يبقاش في دعايه انتخابيه لاي رئيس بعد 30 مارس. فهل الوقت ده كافي فعلا الشعب المصري انه يلحق يذاكر نفس القصه بالظبط؟ فاكر احنا كنا لسه بنتكلم عن الموضوع بالزبط. الاستفتاء اللي احنا ذاكرنا ولا ما ذاكرناش، هي دي الفكره. فاحنا قدامنا لحد 30 مارس ان احنا المفروض نقعد نذاكر ونشوف في البرنامج الانتخابي لكل رئيس مصر عامل ازاي. لحد دلوقتي احنا برضو في علامات استفهام على حاجات كتيره جدا، نظامنا برلماني رئاسي، نظامنا رئاسي ولا لا. لحد دلوقتي انها حقا ثوره المفاجآت. يعني بالتالي لغايه 30 ابريل ممنوع يتعمل دعايه انتخابيه، ومن بعد 30 ابريل يعني 3 اسابيع بس مرشحين الرئاسه هم اللي هيقدروا يعملوا دعايه انتخابيه. ده معناه انه اي مواطن عايز يبقى مواطن متفوق مش هيعرف، انه مش هيلحق يذاكر المناهج دي كلها، لان هم حتى الان مش عارفين هيبقوا كام، او مش بالضروره الالف واحد اللي هيدخل هم اللي هيقدروا يوصلوا 30,000 توقيع ومتفقين للمواصفات. بس ده كمان معناه انه هيبقوا 50 واحد مثلا، اكيد مش هيبقوا يعني 40 20، حتى ده مش هنلحق نذاكرهم. بس عايز اقول قبل ما ننسى انه مش معنى ان احنا ما نعرفش الاسامي انه ممكن يبقى وحش. في اسامي كتير على فكره من المطروح حتى الان بجد محترمه جدا، وبجد ممكن يبقى عليها امل، وبجد ممكن يبقى في فكره فيهم، في يا ريت نذاكر ما ناخدش بس عشان كده بالظبط، عشان كده ما نضيعش وقتنا في اللي مش مهم قوي برضو. يعني تاني برجع اقول تاني، ما نضيعش وقتنا يا جماعه، لان بجد وقت غالي قوي اليومين دول. وبرضو ما ننساش سعيد، مصر مهم جدا جدا. مصر مش القاهره واسكندريه بس بالزبط. مصر كبيره جدا جدا جدا، فيا ريت نركز. وبما ان الوقت غالي واحنا طولنا في الكلام، بعتقد ان احنا لازم نبتدي نبتدي بالصحافه على طول مع محمد طلعت الهواري بعد الفاصل. خليكم معانا، مفيش فقرات.